تم بحث مشروع جدول أعمال الاجتماع الثاني للجنة الاقتصادية والمالية وموقف الدول من سداد الاشتراكات السنوية للبرلمان العربي. وللعلم الكويت هي أول دولة تدفع مساهماتها في البرلمان العربي. تم بحث أيضا تقرير بشأن المهام الخارجية للبرلمان العربي ورؤية البرلمان العربي بشأن تفعيل دور وآليات عمل المنظمات العربية المتخصصة والسعي للوصول إلى تكامل اقتصادي وسياسي واجتماعي عربي موحد.